في وقفتنا مع لطفي ده هتودينا لحد فين؟ ربنا يستر. سادة بالله انت تعيش حمار وتموت حمار. اعيش حمار احسن ما اعيش مسجون يا زناتي. ومين جاب سيره السجن يا تغف انت؟ انت فكرك سليم هيسيبنا في حالنا وهو عارف ان احنا اللي لبسناه المصيبه دي؟ اه وانت يهمك ايه؟ انت لا شهدت عليه ولا ظهرت في الفيلم ده من اساسه، يعني بالنسبه لك خلصانه بحصانه. وانت فاكر بقى ان سليم الانصاري لسه ظابط زي الاول وليه شنه ورنه؟ سليم الانصاري بقى حته مجرم هربان لا بيهش ولا بينش، والوزاره كلها مقلوبه عليه، يعني كل اللي يهمه دلوقتي انه يفضل هربان. انا مش مرتاح للي حصل ده يا زناتي. يا ابني بطل خوفه وما تبقاش خفيف امه. سليم الانصاري دلوقتي قدامه حل من اتنين ما لهمش تالت، يا يسلم نفسه ساعتها على قضيه تلبسه اكتر ما هي لابساه، يا اما يدور على الحته يتداري فيها ابعد حته يستخبى فيها، وساعتها لا يقدر يهرب مننا ولا هنشوف وشه. اسكت بقى وخليني بقى احكي لك عملت ايه مع لطفي في موضوع الفلوس. ولا انت خوفك نساك الفلوس يا ضغوف؟ هتفضل متنح لغايه يوم القيامه كده؟ ما تفوق لي يا جدع. احنا مش عايزين نتسرع ونتهم الداخليه بالتواطؤ في تهريب الضابط سليم الانصاري، بس حتى لو مفيش تواطؤ فهو في تخاذل واضح جدا، لازم محاسبه المسؤولين عنه. ده لو الداخليه عايزه تثبت لنا حسن نيتها زي ما وعدتنا. عامة هنتكلم اكتر بس بعد الفاصل. معلش يا رامي حقك عليا عشان ده وقتك عقبال ما نتقابل، بس الاكونتس كلها متراقبه حتى تليفونات كمان. مش مهم يا جميله، المهم ان احنا قابلنا. يعني قول لي بقى يا سيدي، ايه الموضوع الضروري اللي مخليك عايز تشوفني في السرعه دي؟ بص يا جميله، انا مش هزوق الكلام يعني، وحسستك ان انا عايز اقول حاجه معينه. بصي من الاخر كده كل الشباب اللي معايا خلعوا، محدش منهم هيكمل في القصه دي، وبالذات بعد اللي حصل النهارده. ليه يا رامي؟ هو انتوا فاكرين يعني الداخليه هتسلم الراجل بتاعها بالسهوله دي؟ انا فاهم ده، بس هم مش فاهمين الكلام ده، وحاولت افهمهم طبعا وهم خايفين. بص يا جميله بصراحه كده، يعني هم شايفين يعني ان زياد ده لو كان حد منكم يعني مشهور والناس عارفاه وكده كانت بجد مصر اتقلبت عشانه، انما زياد الله يرحمه كان غلبان. من الاخر يعني حدوته دي هتاخد لها يومين كده وتتنسي. بص هو انا حقيقي ما كنتش قابلت زياد قبل كده الله يرحمه، بس صدقني انا حاسه زي ما يكون جد زي اخويا وطاري هو طاري. جميل، انا مش بتكلم عنك، انا عارف كويس جدا انك بتتصرفي من قلبك، يعني مع اني متابعك على تويتر من زمان وعارف كويس قوي انت بتعملي ايه لاي حد حتى لو ما تعرفيهوش، بس المره دي الموضوع كبير. وعشان كده ربنا هيقدرني عشان اجيب حق زياد، بس انا محتاجه مساعدتك. ماشي، بس انت عارفه كل التفاصيل يعني، وانا كل اللي عندي قلته لك. لا مش كفايه، انا عايزه اي حد بيعرف اي حاجه عن زياد او عن ضابط اللي عذبه يطلع ويتكلم، عايزه شهود اكتر. بص يا رامي، الدنيا كلها لازم تعرف ان سليم الانصاري ده سفاح ولازم ياخد جزائه. عندك حق. لا حول ولا قوه الا بالله، ان الله وان اليه راجعون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وآخرتها يا أخينا أنت. أنا خلاص هموت من العطش والجوع. هو أنت ما جوعتش أنت كمان ولا إيه؟ ما أنتش بني آدم زينا. طب اسمك إيه؟ بلاش اسمك يا عم، ايه اللي جابك هنا؟ طب انت تهمتك ايه ولا يودوك النيابه ليه يعني؟ ان شكلك يعني مش شكل مجرمين يعني ولا حراميه. ها شكلك نصاب. ايوه تلاقيك نصاب من اللي بيضحكوا على الستات الكبيره والبنات وياخدوا منهم فلوس. هو جاي تعمل ايه انت؟ تملوك ليه؟ ولا تلاقيك من بتوع السياسه واللابتوب والفيسبوك والحاجات دي اللي هتوديك في 60 داهيه. ما هو ايوه، ما هي الحاجات دي اصلها كلها مصايب. ولا تطلع ارهابي بقى، تبقى واقع سودا ونبقى قمنا من حفره وقعنا في ضحضير. انا اخوك في الله ابراهيم السني. حركي يا بنت ما تتكلميش. والله ده عجبك ايه؟ مش عاجبك اسم ابراهيم؟ انت سامع؟ سامع. هو في حد هنا غيرنا؟ تلاقي كلاب ولا قطط ولا حاجه؟ في حد بيصرخ؟ ايوه يا عم. طب ما يصرخ واحنا مالنا؟ احنا مالنا دي واحده بتصرخ، تعال نشوف فيه. هنشوف احنا مالنا، يمكن واحده جوزها بيضربها ولا حاجه. تعال يا عم انت استنى.
اثبت يلا. تعال يا بنت هنا تعال. زي ما تمشي. تعال هنا يا بنت. تمشي. تعال يا بنت. تعال. ما تسيبنيش يا خفيش يا ماما، خفيش يا بنتي. انت يا بنتي ايه اللي يجيبك معاهم هنا؟ ايه اللي يجيبك هنا؟ والله يا عم ما كنت اعرف انهم عاوزين حاجات زي كده. دول قالوا لي هيدوني بضاعه وهنقسم المكسب بالنص. انت ابوك فين يا بنت؟ ولا اهلك فين؟ ساكنه فين يا باشا؟ انا ماليش اهل ولا ليا سكن. لا لا قوه الا بالله يا رب. ريم ايوه انا فلوس من جيب الداله. يلا روح بنت يا مستشفى، اطمني على نفسك. يلا يلا كتر خيركم يا رب. يلا اجري. يلا يا بنت جري وما تجيش هنا تاني. هنعمل الجرح اللي في ايدك ده خطر قوي، احنا لازم نروح مستشفى. مستشفى ايه بس؟ انت ناسي ان احنا هربانين؟ تعرف تسوق موتوسيكل؟ اه بعرف. طب اركب اقول لك تروح على فين. يلا دور. اروح على فين بس؟ تعالى بايدك معايا عشان اعرف ادور. يلا بسم الله. اركب اركب اركب. لف ايدك، ايدك امسك نفسك يا وحش، امسك نفسك. ايدك تعبانه، الدم بينزف. يا رب يا ساتر. هاي والبيت اللي فين دلوقتي؟ طب كويس، انا مسافه السكه اكون عندك. سلام. انت متاكده ان هم دول يا فاتن؟ ايوه يا سعاده البيه، هو انا اقدر انساهم؟ ربنا يستر طريقهم زي ما سطروني ويقف جنبهم زي ما وقفوا لي. يا رب يا رب. ليه يا فاتن؟ هم بعد ما وصلوكي راحوا فين؟